اجترحتم عملا تركيبيا ينحو نحو التركيب وليس الصرف، وبالتالي فهو يلامس الافقيات الجدليه بين الاكاديمي وبين البيداغوجي في عملكم. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، اشرتم الى ان كتابكم تاريخ المغرب المعاصر موجه تريدون له ان يقراه الطبيب والمهندس. هل يمكن ان نضيف الى هذه الاصناف المتعدده الفاعل السياسي وصانع القرار السياسي؟ وكنت قد اشرت الى ان صياغه السياسات والقرارات السياسيه في الدول الاوروبيه والامريكيه يساهم فيه المفكرون والمناضلون الكبار. فهل يمكن ان نستطلع من هنا انكم في كتابكم هذا توجهون رسائل واشارات الى الفاعل السياسي والى صانع القرار كي يقرا تاريخ المغرب ويوظفه في صناعه هذا القرار؟ شكرا.